يا ترى ليه الذهب رجع ينزل بقوة وفقد 300 جنيه من سعره مرة واحدة في يوم واحد؟ وإيه اللي كان مخلي سعره في العالي وأسعار الذهب رايحة على فين الأيام اللي جاية؟ هنشوف التفاصيل دي مع حضراتكم في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. كلنا شفنا الذهب ازاي ولع الفترة اللي فاتت، وناس كتيرة فاكرة ان سعره زايد بسبب اقبال الناس على الشراء والزحمة على الصاغة، لكن الحقيقة ان جزء كبير من ارتفاع الاسعار بشكل قياسي كان بسبب التحايل والمضاربة والتخزين والغش والاشاعات والتسعير الوهمي، وده خلى الناس تعيش في حالة هلع. فكرة التعويم سببت هوس عند الناس، يعني القصد ان التجار بيخلقوا ازمة ويخوفوا الناس وبعدها تظهر حالة هجوم على السلعة. طب هم هيكسبوا كده؟ اكيد طبعا هيكسبوا، وهيكسبوا كتير جدا كمان، ملايين كل يوم، لانهم المتحكمين في السلعة زي ما حصل في السكر وقبله السجاير. الحكاية بتبدأ باتفاق ما بين التجار الكبار على تقليل الكميات في أي سلعة، بعدها انتشار كلام إن في نقص في السلعة والحكومة تطلع تنفي، وهنا تبدأ أسعارها تزيد بعد ما بيكون الشعب تهيأ نفسياً إن في أزمة في سلعة معينة وبيتعامل بناءً على كده ويروح يشتريها بالغالي ويدور عليها، ورغم إنها موجودة في المخازن وبكميات كبيرة لكن الجشع بيكسب التجار ملايين الجنيهات كل يوم. اللي حصل في الذهب مش بعيد عن اللي حصل في السكر والسجاير والبصل والثوم والزيت. احبس السلعة، ردد الإشاعة، بعدها ارفع السعر براحتك، بدليل ان الذهب سعره بدأ ينزل بشكل كبير وخسر 300 جنيه في يوم واحد بعد ما عدى 4000 جنيه للعيار الواحد. اللي حصل ان الناس تقريبا فهمت اللعبة متأخر، بطلت تشتري والدنيا ما وقفتش والذهب سعره نزل وهينزل اكتر الايام اللي جاية، زي ما بيقول خبراء الذهب بسبب تراجع الشراء من ناحية وبسبب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من ناحية، وكمان خبراء الذهب شايفين ان بداية من الايام اللي جاية مفيش بيع ولا شراء في سوق الذهب نتيجة تشبع السوق، وده هينزل الاسعار اكتر واكتر. طب خبراء الذهب بينصحوا بايه حاليا ودلوقتي؟ ما تشتريش اي جرام دلوقتي، دي كانت نصيحة خبير ذهب كبير، لحد ما يحصل استقرار اكتر في السوق وتروح حالة الرعب من التعويم والخوف اللي مسيطرة على الناس. بكرة الاثنين هنشوف سعر جديد للذهب مع افتتاح السوق، وكمان الاسعار هتنزل بشدة مع اول رمضان لحد اخر اسبوع في الشهر الكريم مع ارتفاع موسم الخطوبة والجواز. انا اشرقت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.